بعد عقد ونيف من اندلاع الحرب، لا يزال خطر الأسلحة المنتشرة في ليبيا يضع السلام في البلاد على كف عفريت ويهدد بنسف الجهود الأممية في إيجاد مخرج للأزمة. تقرير سنوي لخبراء الأمم المتحدة بشأن ليبيا قدم إلى مجلس الأمن أكد أن الحظر الأممي على الأسلحة في ليبيا المفروض منذ العام 2011 غير فعال حتى الآن. وذكر التقرير أن دولا أعضاء في المنظمة الأممية تواصل انتهاك الحظر بإرسالها أسلحة إلى ليبيا، مؤكدا أن القسم الأكبر من الأراضي الليبية لا يزال تحت سيطرة الجماعات المسلحة. الخبراء الذين أعدوا التقرير أشاروا إلى استمرار تواجد مرتزقة ومقاتلين أجانب من تشاد والسودان وسوريا، بالإضافة إلى شركات عسكرية خاصة كمجموعة فاغنر الروسية. التقرير خلص أيضا إلى وجود ألغام مضادة للأفراد في منطقة عين زارة جنوب طرابلس ومواقع أخرى. الخبراء اتهموا أيضا 7 مجموعات ليبية مسلحة باستخدام منهجي للاحتجاز غير القانوني لمعاقبة المعارضين وتجاهل قوانين الحقوق المدنية الدولية والمحلية في التعامل مع المهاجرين الذين تعرضوا لانتهاكات حقوق الإنسان من عبودية واغتصاب وتعذيب واستغلال جنسي وتهديدات بالاغتصاب المستمرة ضد النساء والفتيات المحتجزات في مراكز المهاجرين. تقرير أسود يزيد الوضع قتامة في البلد الذي أنهكته الحرب وفشلت المبادرات الدولية والمحلية في إعادته إلى جادة السلام عبر إجراء انتخابات تحظى بتأييد كل الليبيين. من طرابلس ينضم إلينا الدكتور يوسف البخبخي الباحث السياسي. دكتور يوسف رحب بك معنا. هذا الموضوع، موضوع حظر الأسلحة وبقاء ليبيا يعني أو جزء كبير من الأراضي الليبية تحت سيطرة جماعات مسلحة، يعني بالنهاية يؤثر تأثيرا مباشرا على الوضع في ليبيا. يعني هل يمكن بطريقة ما أن يمنع وصول الأسلحة أم أن القرارات الأممية بالنهاية تبقى خاضعة لتصرف الدول وأنها يمكن أن يرمى بها عرض الحائط؟ بدءا تحية طيبة لك ولضيوفك ولمشاهديك الكرام. حقيقة الأزمة مرتبطة بحالة الاستقرار في ليبيا. انعدام أسباب الاستقرار أدت حقيقة إلى ما نحن عليه اليوم على سبيل يعني بدءا المكون الرئيسي في حالة اللا استقرار أو حالة الاضطراب، ومن ثم اقتحام المرتزقة لهذا الفضاء الليبي وجعله مطية للاختراق الإقليمي. بالدرجة الأولى المسؤول عن ذلك هو المشروع الانقلابي. المشروع الانقلابي في ليبيا والذي أتى بدعم إقليمي وبدعم لبعض الأطراف الدولية وتحديدا فرنسا ومن ثم روسيا أدى إلى يعني خلخلة الفضاء الليبي، جعله فضاء متاحا لمرتزقة من أطراف متعددة بدءا من مرتزقة المرتزقة الإفريقيون من تشاد إلى السودان وانتهاء إلى مرتزقة الفاغنر، والتي يعني خطورة الفاغنر خصوصا ما يميزها عن أنواع المرتزقة الآخرين أنها تمثل حالة امتداد دولي. يعني هناك دولة طموحة، نتحدث اليوم عن روسيا وسعيها إلى إحداث خلخلة جيوستراتيجية تمتد من ساحل البحر الأبيض المتوسط إلى الفضاء الإفريقي. ولكن وهنا هذا التصرف أو هذا السلوك لم يكن حكرا على يعني طرف في ليبيا. أنت تشير بالتأكيد إلى خليفة حفتر والدعم الروسي له، ولكن أيضا الأطراف المقابلة يعني لم تتوقف عند إدانة هذا الخرق، وإنما أيضا استعملت نفس الطريقة لتصنع هذا التوازن العسكري. بالنهاية الجميع خرق ولكل تبريراته.
نعم، الفكرة طبعا إذا ما تحدثنا عن منطق الصراع على أساس من يعني التوازي يجعلنا يعني لا نعطي للصراع حقيقته، يعني كما نتحدث اليوم عن الفلسطينيين والإسرائيليون مثلا بمنطق لكن الفريقين هؤلاء ليبيون اللذين دخل في تصارع، هناك حقيقة. نعم، لا يمكن المقارنة بين الفلسطينيين. نعم، يعني بين ليبيين وليبيين وفلسطينيين. بالضبط، لا يمكن، كذلك لا يمكن المقارنة. يعني هناك مشروع مدني يتحرك في اتجاه صناع دولة مدنية هي مشروع ثورة فبراير بوصفها مشروع لإزالة الاستبداد، أسقط نظام عسكري عمره 4 عقود تأسس على مصادرة الحقوق والحريات نحو دولة مدنية ديمقراطية تقوم على التداول على السلطة. فوجئنا بمشروع انقلابي يسعى إلى الانقضاض على هذا المشروع المدني. المشروع الانقلابي هذا جاء بدعم من صارخ وواضح وفج من دولة الإمارات إلى دولة مصر إلى فرنسا ومن ثم روسيا. فلا يمكن من نفس هذا هذه الدول هي التي ساهمت مقارنة في إسقاط نظام القذافي فيما يعني في ما أشرت إليه في البداية، وأنه كان في سبيل تأسيس دولة مدنية. جميع تدخل في ليبيا عسكريا، وربما من يتحمل المسؤولية بالتأكيد هو من يبادر إلى استخدام السلاح الأجنبي. السؤال اليوم، كيف يمكن منع استغلال هذا الخرق في المستقبل؟ ربما أهم من رمي التهمة على الماضي أو من استعملها في الماضي. التحدي الحقيقي اليوم هو إجهاض المشروع الانقلابي وانطلاق الحل السياسي القائم على أساس من استعارة الشرعية واستعارة السيادة. ولكن طالما هذا المشروع الانقلابي الذي فتح علينا أبواب جهنم، يعني بمعنى أن الأطراف الأخرى في طرابلس هي المعتدى عليها عندما تسعى حكومة الوفاق على سبيل المثال إلى الاستعانة بالموقف التركي أو الحكومة التركية، هي في حالة عدوان. ومن هنا تأتي لا يمكن إحداث مقارنة بين المعتدي والمعتدى عليه، بين المدافع وبين المهاجم. اليوم التحدي الحقيقي لإيقاف هذا السيلان من المرتزقة على الصعيد الليبي هو بناء حل سياسي يرتكز على استعادة السيادة، يقوم على بناء ديمقراطية تقوم على التداول على السلطة، ومن ثم السعي لإفراغ ليبيا من أن تكون قطبا جيوستراتيجيا لصالح طرف ما. ونتحدث هنا اليوم عن روسيا التي وظفت حالة الخلخلة وحالة الفراغ واحتياج المشروع الانقلابي لاختراق هذا الفضاء. فوجئنا اليوم بلدينا مرتزقة كما ذكر تقريركم انتهكوا القانون الدولي. لدينا حسب تقرير منظمة Human Rights Watch الصادر في شهر أبريل ما لا يقل عن 130 قتيل، ما لا يقل عن 196 إصابة جراء هذه الفخاخ، جراء هذه الألغام. من الذي دفع الثمن؟ نحن قدمنا هؤلاء الضحايا المدنيون. شكرا لك. طرابلس اليوم محاصرة. نعم، وإلى هذه اللحظة كل الليبيين يدفعون. نعم، يدفعون ثمن انتشار السلاح وخروجه عن سيطرة دولة مركزية. شكرا لك دكتور يوسف البخبخي الباحث السياسي، كنت معنا من طرابلس.